عندنا الأستاذة شيماء بتسأل عندي 25,000 جنيه من شغلها، يعني هل يعني الزكاة الصدقة أتصرف إزاي مع المبلغ ده؟ هو مش مجرد وجود المال مع الانسان بيوجب عليه الزكاه، لازم المال ده يكون بلغ قدر اسمه النصاب، وقدر النصاب ده ما قيمه 85 جرام ذهب عيار 21، وده متغير، يعني ممكن تبقى لحد النصاب السنه دي 25، السنه اللي فاتت 13، السنه الجايه 50، حسب قدر الذهب. ثم ان المال يظل في حيز النصاب لمده عام هجري كامل، ما يقلش فيه عن النصاب، ممكن يزيد ما فيش مانع، لكن لو قل عن النصاب، قل عن قيمه ال 85 جرام ذهب عيار ال 21، يبقى انكسر الحول فما يجبش الزكاه. وان المال ده ما يكونش مدخر لحاجه من حاجات الحياه، كانها تكون مدخراه عشان بتتجوز او بتجهز نفسها او بتجهز بنتها، في الحاله دي ما يبقاش عليها زكاه وان كان المال بالغ حد النصاب. وحل على الحول طبعا. بشكرك شكرا.